حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي بنسبة 95% على المبيعات النقد لتصل إلى أكثر من 240 مليون دولار. وباع البنك في مزاده اليوم 253 مليونا و382 ألفا و970 دولارا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية. اعتبر النائب السابق عن اللجنة المالية محمد الشبكي توجه الحكومة لتعظيم الإيرادات غير النفطية عبر فرض رسوم على بعض الوزارات، اعتبر ذلك ينم عن عجز واضح في الموازنة العامة. وقال الشبكي إن لجوء الحكومة إلى فرض رسوم على استخدام المياه في الزراعة وفرضها الضرائب على الرقود في المستشفيات الحكومية يوضح وجود عجز كبير في الموازنة، وبيّن أن فرض هذه الضرائب سيعمل على رفع الأسعار بصورة عامة في الأسواق. عد نائب ياسر هاشم عقد ما سمي تطوير خطوط سكك الحديد الموقع من قبل وزارة النقل بمثابة سرقة العصر في العراق. وقال هاشم أن الحكومة ستعطي الشركة المنفذة للمشروع 22 مليار دولار فضلا عن النفط أو أحد الموارد الطبيعية لإنشاء عربات من الحديد فقط. وبيّن أن وزارة النقل أوكلت ذات الشركة المنفذة لتشغيله لمدة 43 أو 43 سنة، عادا ذلك بأنه رهن لشركة السكك بيد القطاع الخاص، وسيلحق الضرر بهذا القطاع فضلا عن خسارة العراق لأموال بمعدل قد يصل إلى 90%. أصدرت إدارة الخطوط الجوية العراقية تحذيرا للشركات السياحية التي يتم منحها طائرات مؤجرة داعية إياها إلى عدم منح المسافرين مواعيد أو تأكيدات على الرحلات قبل الحصول على الموافقات الرسمية. وأضافت الإدارة أنها حذرت جميع الشركات السياحية التي يتم منحها طائرات مؤجرة لتنفيذ رحلاتها السياحية على ضرورة الالتزام الصارم بكافة التعليمات والأنظمة الصادرة عنها، بما في ذلك عدم منح المسافرين مواعيد أو تأكيدات على الرحلات قبل الحصول على الموافقات الرسمية من إدارة الخطوط الجوية العراقية. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 200,000 برميل يومياً الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 48,000 برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 153,000 برميل يومياً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهايته الموجز الاقتصادي بأمان الله.